بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دعاء دخول المسجد والخروج من المسجد. يعني أنا أعرف كثير من الناس يدخل ويخرج ولا يقول هذا الدعاء للأسف، يعني كثير من الناس يغفلون عنه مع أنها كلمات بسيطة، كلمات قليلة ولكن معناها عظيم وثوابها كبير، وهي سنة نبوية. والحقيقة هذه الكلمات من الضروري أن نتعلمها أيها الأحبة. دعونا أولا نقرأ الحديث الشريف ثم نتدبر ونتأمل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. إذن أخي الحبيب، كلمات في غاية السهولة. عندما تدخل إلى هذا المكان وهو مكان تنزل الرحمة، مكان مليء بالملائكة، مكان هو بيت الله، سماه بيت الله، عندما تدخل تذكر فقط وأنت داخل قل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لكي يعني تدخل وأنت متهيئ نفسيا للصلاة، متهيئ نفسيا لنزول الرحمة. كثير من الناس عندما يدخل إلى المسجد يبدأ الشيطان يوسوس له، تبدأ الحسابات في دماغه، ويبدأ يفكر بفلان وفلان وماذا فعل فلان وماذا سأفعل وماذا، فيضيع صلاته. والصلاة أمرنا الله أن نخشع فيها، قال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن أخي المؤمن، الخشوع شيء أساسي. طيب كيف يأتي الخشوع؟ من خلال أدعية تدعو بها وتتهيأ نفسيا للصلاة. فإذن أنت عندما تدخل للمسجد يجب أن تتخيل أن هذا المكان هو بيت الله، أنت داخل إلى بيت الله، بيت مالك الملك، عليك الوقار، وهناك هيبة في داخلك من دخول هذا البيت. يجب أن تنظر إلى هذا البيت وهو بيت الله أنه مليء بالملائكة، مليء بالرحمة، فتطلب من الله أن ينزل عليك هذه الرحمة، بل أن يفتح لك أبواب الرحمة. فإذا فتحت أبواب الرحمة ثق تماما مشاكلك ستحل، سيصرف عنك الأذى، ستجد أن هناك أمور مستعصية في حياتك زالت. فإذا اللهم افتح لي أبواب رحمتك، بعد أن تصلي وتذكر الله عز وجل وأنت خارج ماذا تقول أخي الحبيب؟ اللهم إني أسألك من فضلك، أو اللهم إني أسألك من فضلك العظيم. فعندما تخرج تطلب من الله الفضل، وفضل الله يتضمن الرزق، يتضمن العافية والصحة، يتضمن الشفاء، يتضمن الحماية والحفظ من أذى الناس، من شر الحاسدين، من شر من يمكر بك. فضل الله واسع جدا. فضل الله أخي الحبيب، يعني حتى هذا، يعني عندما تقول اللهم إني أسألك من فضلك، هذا الأمر يجعلك تتقي الله في تجارتك. إذا كنت تاجرا تستحي أن تغش، وأنت تقول يا رب إني أسألك من فضلك تستحي أن تغش لأنك تعلم أن الله يراك، تستحي أن تكذب لأن الله يراك، تستحي أن تؤذي أحدا بكلمة لأن الله يراك ويعلم ما في داخلك، تستحي أن تتحدث بنميمة على إنسان. فتجد هذا الدعاء اللهم إني أسألك من فضلك العظيم، فهذا دعاء أخي الحبيب يفتح لك أبواب الفضل، فضل الله سبحانه وتعالى. لذلك لا تنسى رجاء هذين الدعاءين، دعاء الدخول والخروج من المسجد. عندما تدخل تقول
اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعندما تخرج اللهم إني أسألك من فضلك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.